السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نشرح أحد مواضيع الداتا مايننج اللي هو الاسوشيشن رولز مايننج. راح نعرف ما هي الاسوشيشن رولز وبعض المصطلحات المستخدمة مع الاسوشيشن رولز. الاسوشيشن رولز هي عبارة عن سوبرفايزد ليرنينج تكنيك يو، تقنية تساعدنا بإيجاد العلاقة بين الايتمز بالداتا سيت. يكون عندنا داتا سيت تحوي مجموعة من الايتم ويكون بينهم نوع من relationship يتم تمثيلها عن طريق الاسوشيشن رول. يعني الغرض من الاسوشيشن رول هو معرفة العلاقة بين هذه العناصر وعدد مرات تكرار هذه العناصر مع بعضها بنفس الداتا سيت. مثلا الزبون اللي يقوم بشراء بريد اند بتر ايضا ممكن ان يقوم بشراء الميلك بنفس الوقت. عندنا مصطلح supervised learning. شنو نقصد بالسوبرفايزد ليرنينج؟ هو ان يكون عندنا مجموعه من الحقول المصنفه الاتربيوت اللي تحتوي على الداتا. هذه الداتا ممكن نستخدمها باستنتاج قيم وحقول جديده، يعني اتربيوت جديده. الاسوشيشن رول ممكن ان تتمثل عندنا بصيغه X implies Y، يعني X والY كل من X والY هو عبارة عن عناصر عندنا بالداتا سيت. تعمل الاسوشيشن رول على مبدأ if then pattern، يعني إذا تم شراء العنصر X إذن then راح يتم شراء العنصر Y. ممكن أن نعرف العلاقة بين العناصر بالداتا سيت باستخدام قانونين اللي هما support والconfidence. شنو نقصد بالsupport وشنو نقصد بالconfidence؟ السupport المقصود به هو عدد مرات تكرار عنصر محدد بالداتا سيت، وبالconfidence هو عدد مرات حصول تكرار العنصر بالنسبة لعنصر آخر بالداتا سيت. راح تتوضح عندنا هاي التعريفين من خلال هذين القانونين. السبورت X implies Y يمثل لنا هو عدد مرات الترانسكشن اللي الإكس والواي يكونون بها مع بعض على المجموع الكلي للترانسكشن بالداتا سيت. أما بالنسبة للكونفيدنس، للإكس implies Y هو عدد الترانسكشن للإكس والواي يكونون مع بعض على عدد الترانسكشن اللي الإكس تكون بها موجودة فقط. أفضل مثال عن الأسوشيشن رول هو الماركت باسكت أناليزيس أو سلة التسوق. ما هي الأيتم اللي يتم شراءها دائما مع بعض من قبل الزبون؟ مثلا هنا عندنا كوستمر 1 وكوستمر 2 وكوستمر 3، كل منهم قام بشراء بعدد من الأيتم. مثلا كوستمر 1 قام بشراء ميلك وبريد مع بعض، وأيضا كوستمر 2 قام بشراء الميلك والبريد، وكوستمر 3 أيضا قام بشراء الميلك والبريد مع بعض. إذن عدد الزبائن اللي يقومون بشراء العنصرين مع بعض، يعني يتكرر شراء عنصرين أو أكثر مع بعض، عدد مرات تكرار شراء هذه العناصر مع بعض. عندنا هنا بعض المصطلحات. الأيتم سيت. الايتم سيت، شنو نقصد بالايتم سيت؟ هي عبارة عن عنصر واحد او مجموعة من العناصر اللي تكون مع بعض. الايتم سيت ممكن ان تتكون من عنصر واحد مثل البتر او اكثر، كي ايتم، يعني تحتوي على كي من العناصر، مثلا بتر وميلك او بتر وميلك وبريد. السبورت كاونت، المقصود بالسبورت كاونت هو عدد مرات تكرار هذه العناصر، هذه الايتم سيت في الداتا سيت. يعني عندنا هنا البتر والبريد والميلك، اذا نلاحظ هنا عندنا هذه داتا سيت، كم مره تكرر وجود هذه العناصر مع بعضها، البتر والبريد والميلك. اذا نلاحظ هنا فقط عندنا مرتين بتر وميلك وبريد، ايضا بتر وميلك وبريد هنا موجودين مرتين
بالداتا سيت. السبورت، السبورت نقصد به هو عدد مرات تكرار الايتم بالداتا سيت، يعني ايتم سيت بالنسبة للداتا سيت. يعني عندنا هنا البتر والبريد والميلك موجودين مرتين مع بعضهم على عدد الترانسكشن بالداتا سيت، عندنا 5 ترانسكشن، اذا 2 على 5 الفريكوينت ايتم سيت هو اللي يكون السبورت اكبر او مساوي لاقل حد من التكرار للايتم سيت. هنا راح ناخذ مثال تطبيقي لحساب السبورت والكونفيدنس والليفت. الليفت هنا عندنا قانون جديد هو السبورت للاكس والواي على السبورت الاكس في سبورت الواي. راح نجي نطبق هذه القوانين حتى نفهمها اكثر. عندنا هنا مجموعة من الباسكت اللي تحتوي مجموعة من العناصر. نطبق على اول مثال اي ايتم، الاي اي امبلايز الدي، عندنا عنصرين اي ودي، عنصر اي امبلايز الدي. نحسب السبورت للاي امبلايز الدي هو اللي يساوي لنا عدد مرات تكرار الاي ودي بالداتا سيت، يعني اي ودي مع بعضهم. نلاحظ هنا عندنا هذا واحد وهذا اثنين، اذا عدد مرات تكرارهم الاي ودي مع بعض بالداتا سيت هو 2 على عدد الترانسكشن بالداتا سيت اللي هي 1 2 3 4 5، 5 داتا سيت، اذا يساوي لنا السبورت 2 على 5. بالنسبه للكونفيدنس يساوي لنا عدد مرات تكرار الاي ودي على عدد مرات تكرار الاي، عدد مرات تكرار الـ A و D أيضا هي 2، لأنه هذه A و D و A و D متكررة مرتين بالداتا سي. عدد مرات اللي متكرر بها الـ A واحدة اللي هي هاي 1 2 3، إذا 2 على 3. نجي نحسب الليفت، الليفت يساوي لنا السبورت للـ X والـ Y، يعني سبورت للـ A و D ويساوي لنا 2 على 5 على سبورت الاكس في سبورت الواي، يعني سبورت الاي، الاي ايش قد موجودة عندنا؟ عندنا 1 2 3 على 5، 3 على 5 في سبورت الواي اللي هو سبورت الدي. سبورت الدي ايضا يساوي لنا 1 2 3، 3 على 5، راح تطلع النتيجة عندنا 10 على 9. ناخذ مثال ثاني، مثلا هنا عندنا الـ B and C implies D، عدد مرات تكرار الـ B والـ C والـ D بالداتا سيت على عدد ترانسكشن بالداتا سيت هو يساوي لنا السبورت. كم مرة نوجد بها الـ B والـ C والـ D مع بعض؟ إذا نلاحظ هنا مرة واحدة موجود عندنا الـ B والـ C والـ D مع بعضهم، إذا يساوي لنا 1 على 5. من ناحية الكونفيدنس أيضا عدد مرات تكرارهم هو 1 بالنسبة لعدد مرات تكرار الـ B والـ C، الـ B والـ C هاي 1 2 3، إذا 1 على 3. أما بالنسبة للليفت يساوي لنا عدد السبورت، يساوي لنا السبورت للـ X والـ Y، يعني سبورت للـ B والسي والدي اللي هو 1 على 5 على سبورت الاكس، السبورت للبي والسي، البي والسي 1 2 3 على 5 في سبورت الواي اللي هي الدي، الدي ايضا متكررة 3 مرات على 5، راح تطلع لنا النتيجة 5 على 9. بالفيديو القادم إن شاء الله راح نشرح عن أحد الخوارزميات الألغوريثم الخاصة بالأسوشيشن رولز وهي الأبريوري ألغوريثم.